أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. وتتواصل سهرة رمضان المؤثثة لياليه والمسعدة جماهيرها، حيث نتحول معكم مشاهدينا الكرام لمتابعة أجوائها في جابس. عرض فرجوي مستوحى من خصوصية منطقة تبلبو بولاية جابس، أشرفت على تنظيمه جمعية العين للتواصل الثقافي، وذلك في إطار تنشيط الحياة الثقافية بالجهة. هذايا مهرجان نجمة تبلبو، كانت عندنا فيه سابقة من 2012 مع التوفيق الجدي، حبينا نعاودوا نرجعوا تو إن شاء الله بعد ما بدات الأمور تتحسن الصحية وكل، حبينا نرجعوا الأجواء لتبلبو باعتبارها واحة بحرية، فكرنا باش نعملوا مهرجان نكرموا فيه البحر والبحارة، هذاك علاش اليوم سهرتنا اسمها نجمة الريس على رئيس الأبحار. لابدوا من تجديد، لأن تعرف تو الخدمة كلها تجديد، لابدوا من احنا نخدموا على العرض الفرجوي، فهمت كيف؟ احنا الخدمة بتاعنا احنا نمشوا للجمهور، فهمت كيف؟ احنا ديما الخدمة بتاعنا نتجاوب مع الجمهور. جمهور غفير تابع العرض الفرجوي الذي شد الانتباه، وكان مناسبة للترفيه على النفس وفرصة للتعرف على تراث الآباء والأجداد بالنسبة للأطفال. إن شاء الله معناها نشوف في وقتهم مستحقين برشا السهرية كيفك، خاصة أن بالنسبة للصغار يتعرفوا على حاجة ما يعرفوهاش ما شافوهاش قبل، يعني ما خلطوش على الجو هذايا والطبالة وزكرة، ويخوي بعدهم شوية على التليفونات والإنترنت. ثلاثة ولا أربع سنين إحنا عايشين هكاي، خايفين حتى الأنس لينا ياسر عليه ما نمشيش. والحمد لله انا جتنا يعني تو رجعت نفس لا لا الحمد لله يا ربي. غفرة الكورونا جتنا في اوقات صعيبة، وتوي كانت فريدة سمحة، كي كاملت ناس كلها فرحة وناس كلها فرح. الحمد لله، الله يحييكم، الله ينوركم. جنة الدنيا وسمع موتها، بلاد الهنين هنيها، سلام ود من لب جواج لها، تحية وفاية بيا يا نور ساطع على الجنوب بضية، دمتي منارة شمعتك مجدية، عروس الخليج تستاهل نسماها، جابس العزة والمعزة هي كثير خيرها، ودايم علم ولاها ولايتي نشهرها، وبقصيد زين اللفظ نذكرها، بجبالها وغاباتها وبحرها، مزارع ظهاري شعاب وسواقاها، وكل منطقة في ترابها نقدرها، سلامات مني. وتهدف هذه السهرة إلى تكريم أبناء المنطقة العاملين في قطاع الصيد البحري، وقد أطلق على السهرة نجمة الريس. ختام هذه النشرة مشاهدينا الكرام، ألتقيكم في نشرة الثامنة بإذن الله. شاهي طيب.